الآن موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات جراء فيروس كورونا بمصر إلى 710 حالات، كما ارتفع عدد الوفيات ليبلغ 46 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة دكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة، جميعهم من المصريين العائدين من الخارج أو من المخالطين للحالات الإيجابية. كما أشار مجاهد أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، موضحاً وفاة 2 منهم قبل وصولهما إلى المستشفى. وفي نفس السياق كشفت الوزارة عن خروج 7 مصابين من مستشفى العزل، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى يوم أمس. أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أنه لا توجد حالياً نية لدى الحكومة في اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة، سواء فيما يخص ساعات الحظر أو البنوك. وأضاف سعد في تصريحات إعلامية له أن الوضع الحالي في مصر من واقع الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد مطمئن. كما أشار سعد أن الحظر يسير وفقاً للمخطط له وسط استجابة والتزام من المواطنين يصل إلى المثالية على حد تعبيره، مشدداً على أنه يجب الاستمرار على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذي تحقق حتى الآن. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 35 وافدة من الخارج. وأوضحت لجنة الصحة أن حالات الوفاة المسجلة جاءت بواقع 6 في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في شنغهاي، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة كوانغدونغ جنوبي البلاد. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي إلى 3315 وفاة و 81733 إصابة حتى نهاية يوم أمس. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه أن يستعدوا لأسبوعين مؤلمين للغاية بسبب فيروس كورونا، متوقعا حدوث وفيات إضافية بالآلاف نتيجة للفيروس. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الزيادة قادمة وهي قوية للغاية. هذا وكان قد أعلن مركز الرصد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الوفيات بالولايات المتحدة جراء كورونا قد وصل إلى نحو 4000 حالة. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جائحة كورونا هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأعرب غوتيريش في تصريحات إعلامية عن قلقه من أن تتسبب تداعيات جائحة كورونا بتأجيج النزاعات والحروب في العالم، مشدداً على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانباً. وأضاف الأمين العام: نحن نتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح، لكننا بحاجة لأن نقوم بالمزيد إذا أردنا هزيمة الفيروس.